حول كل هذه التطورات من كييف تنضم إلينا رئيسة اللجنة البرلمانية حول اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي السيدة إيفانا كليمبوش. أهلا بك معنا سيدة إيفانا على سكاي نيوز عربية. وبداية، كيف تنظرون اليوم إلى كل هذه الضربات الروسية الصاروخية المكثفة على المدن الأوكرانية؟ أنت تنظرين إلى حالتي. أنا أتحدث إليكم من كييف حيث لا كهرباء هنا، ولهذا بالكاد ترونني، وهذا لا يعني أن إرادة الشعب الأوكراني قد دمرت من قبل الهجمات الروسية على مدن عدة في أوكرانيا. للأسف الشديد هناك نحو 11 منطقة انقطعت فيها الكهرباء هنا في أوكرانيا، وأيضا هناك العديد من البنى التحتية المدنية استهدفت، وكان هناك وفيات في صفوف المدنيين، الكثير من المدنيين جرحوا أيضا. وهذا يظهر أن روسيا تريد إثارة الفزع في المجتمع الأوكراني، أملا في أنه عبر زرع الخوف يمكن لروسيا أن تحقق أهدافها، لكن هذا لن يحدث ولن يساعد روسيا، وهذا أيضا لن يغير من عزمنا وتصميمنا على تحرير أراضينا والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة. ولكن اسمح لي سيدة إيفانا، الجانب الروسي بعد إعلان ضم الأقاليم الانفصالية الأربع إلى روسيا قال إنه منفتح على مفاوضات قادمة، ينتظر من القيادة الأوكرانية أن تجلس معه على طاولة حوار. الرد الأوكراني كان باستهداف جسر كيرتش، ألا يعد ذلك هو تصعيد أولي من قبل كييف؟ أليست هذه الضربات اليوم رد على ما قامت به القيادة الأوكرانية أولا؟ روسيا ما أحد صدقها عندما تحدثت عن تصعيد من كييف. كييف لم تكن هي البادئة بالحرب ولم تستهدف أي دولة. روسيا هي التي أرادت أن تمحو من الخريطة دولة أخرى ذات سيادة هي أوكرانيا، وعبر قتل المدنيين ومهاجمة مستشفياتنا ومدارسنا وكذلك مساكيننا، وأيضا ترحيل الناس من منازلهم في تلك الأماكن التي استولوا عليها، وأيضا ممارسة التعذيب، وبعد هذا يتحدثون عن تصعيد من أوكرانيا فقط لأننا ندافع عن أنفسنا. أرى أن هذا غير شرعي وغير مقبول أن يصور الأمر بهذا الشكل، وروسيا قلبت الأمور رأسا على عقب. للأسف الشديد هم دائما يحاولون القول إن الأبيض أسود والأسود أبيض، هكذا يزيفون الأشياء، ولذلك يتهموننا بالتصعيد. روسيا لا تحتاج لحدوث أي استفزاز حتى تهاجم. نحن لم نستفز روسيا عندما بدأت قصفنا في 24 من فبراير، ولم نفعل أي شيء خاطئ سوى الدفاع عن أنفسنا عندما قررت روسيا أن ذلك اليوم هو اليوم الذي ستزرع فيه الفزع. يعني هذه جدلية أخرى يعني ستعود بنا إلى الوراء لنقاش حتى التعهدات الأوكرانية عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، هذا ما نكثت به كييف على الأقل من وجهة النظر الروسية. ولكن اليوم هل ندخل مرحلة تصعيد عسكري جديدة بين الجانبين على جبهات مفتوحة هذه المرة؟ كلا، لم يحدث الأمر لأن أوكرانيا طالبت بالانضمام إلى الناتو. علي أن أذكر الجميع أنه في 2014 عندما بدأت روسيا بمهاجمة أوكرانيا وضمت بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم، أوكرانيا لم تكن مطالبة بأي انضمام للناتو، وبالتالي علينا ألا نصغي للدعاية الروسية. لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل. روسيا لها سجل من الأكاذيب وقلب الحقائق، ودائما تصور الأمور في عكس اتجاهها. نعم، بعد ذلك أوكرانيا، بعد ما حدث في 2014، أوكرانيا قالت إنها ستسعى إلى تعزيز أمنها مع حلف شمال الأطلسي الناتو، واعتبرنا أن هذه الطريق الوحيدة التي ستتيح لنا أمننا. أود أن أذكرك والجميع بأن أوكرانيا كانت من بين الدول القليلة في 2014
وأربعة كانت قد سلمت ترسانتها النووية، وكان هناك دول ضمنت أمنها وأمن حدودها، وروسيا كانت من بين الدول الضامنة، والآن انتهكت تلك التعهدات وخصوصا مسألة الأمن لأوكرانيا، وبالتالي ليست أوكرانيا التي نقضت عهودها، وإنما روسيا هي التي صعدت وهاجمت دون سبب ودون داع، وإنما فقط من منظور إمبريالي توسعي دعاها إلى غزو دولة أخرى. من كييف رئيسة اللجنة البرلمانية حول اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي السيدة إيفانا كيلامبو، شكرا جزيلا لك.